لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للنص الوظيفي الثالث من الوحدة السادسة تحت عنوان المغرب قبلة السياح، يتوفر المغرب على شبكة طرقية وسككية مهمة، وتوجد به مطارات وموانئ عديدة وكثير من الفنادق المختلفة، إضافة إلى تنوع الطقس والمناظر الطبيعية من منطقة إلى أخرى، جبال وسهول، هضاب وتلال، شواطئ وصحراء، وهذا ما يبحث عنه السياح. المدن العتيقة غنية بمآثرها التاريخية وصناعاتها التقليدية، فمدينة فاس التي تعتبر متحفا تاريخيا تضم جامعة القرويين وسلسلة من الأسواق التقليدية والفنادق التاريخية، ومراكش التي تتوسطها صومعة الكتبية تفخر بقصر البديع واستراحة المنارة، إضافة إلى ساحة جامع الفناء الشهيرة. والعديد من المدن تفتح بوابات أسوارها العريقة ومتاحفها لزوارها. شتاء يكثر الزوار جبال الأطلس للاستمتاع بالثلوج مثل أوكيمدن بضواحي مراكش أو ميشليفن بضواحي إفران. وفي الصيف يأتي دور هواة تسلق الجبال، فيقصدون أزيلال أو قلعة مكونة أو تنغير، بينما يفضل محب المغارات زيارة ضواحي مدن أكادير وتازة وخنيفرة، حيث يمارسون هواية الاستغوار. كما تستهوي محميات طبيعية بجبال الريف عشاق النباتات والوحيش. على طول البحر الأبيض المتوسط توجد شواطئ هادئة بمياه صافية ورمال ذهبية، فيما يتوفر المحيط الأطلسي على سواحل متنوعة المناظر، كلها شواطئ يحل بها المصطفون للسباحة وممارسة ألعاب المائية والتمتع بأشعة الشمس. ينتقل الوافدون على المناطق الجنوبية للمغرب بين القصبات وواحات النخيل وكتبان الرمال، ويكتشفون حياة الرحل وحقول زراعة الحناء والزعفران والورد، في حين تجذب المدينة السينمائية بورزازات العديد من السياح. إن السياح الذين يقصدون المغرب يشعرون وكأنهم يزورون بلدانا مختلفة. إنه حق لبلد جميل حباه الله تنوعا في مناخه وتضاريسه، يتميز سكانه بحفاوة الاستقبال والكرم، وهذا ما يجعل مختلف مناطق وجهة لملايين السياح كل سنة.